يلا لحد ما نوصل للمراحل دي خلونا مع بعض نتعرف على حاجه كده تكون مختلفه وحابين من جبال ان احنا نعرفها وهنتعرف عليها كمان. هو فيتشر عن الفن الثامن، خلونا مع بعض نتابعه. طيب عدي معنا نطلع الفيتشر او يكون الفن الثامن جاهز معانا، احنا وصلنا لحد السابع عشان نشوف الثامن. هنشوف الثامن ده وصل لوين. لكن معانا عبر الهاتف برضه واحد من المواضيع المهمه بالذات في اليومين دي اللي احنا بنتكلم عن موضوع الاقتصاد وكيف ممكن نطور الاقتصاد بتاعنا وكده، فمعانا عبر الهاتف واحد من الناس المهتمين بالمجال ده. نعم، بروف الكنيدي يوسف. نعم، هو من أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، هي في حتكون دورة عن مفهوم الإعلام الاقتصادي، حابين مع بعض نعرف كل تفاصيله لوين وصلوا. صباح النور والسعادة عليك يا بروف. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير. سعيدين جدا تكون معنا ضيف عبر الهاتف في صباحات سودانية بروف الكنيدي. في الأول ده نتكلمنا عن مفهوم الإعلام الاقتصادي، الإعلام الاقتصادي ده بيعني شنو؟ السلام ورحمة الله. الإعلام عموما معروف هو يعني معني بقضية الاتصال والتواصل ونقل المعلومات وإلى آخره يعني. والإعلام الاقتصادي هو يعني صورة من صور الإعلام اللي بتركز على الجانب الاقتصادي في الدولة، مواردها، سياساتها إلى آخره يعني. طيب أنتوا الدورة دي بتهدف لشنو بروف كنيدي؟ يعني أنتوا يعني تدرتوا الدورة دي في أو تدرتها ولاية وزارة الإعلام الاتحادية بالشراكة مع أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، فكرتها كانت شنو من الأساس يعني؟ الفكرة أيضا كما ذكرت هي أهمية الإعلام الاقتصادي وتوصيل وأهمية وضرورة توصيل المعلومات الصحيحة بالنسبة للمواطن السوداني عموما وبالنسبة للآخرين خارج السودان على وجه الخصوص، لأن هذه المعلومات يعني تنبني عليها سياسات، وكذلك الحال هي تمثل يعني صورة من العلاقات بين الدول، وعلى ضوءها يمكن تنبني كل يعني مهام الدولة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. نعم، طيب بروف الكندي عايزين نتكلم على الدورة التدريبية اللي إن شاء الله اللي حتقدم اليوم، نقف بقى على تفاصيله وعن الأوراق اللي حتقدم فيها وأهم ما ممكن الناس تستفيد منه إذا هي إن شاء الله حضرت الدورة. والله يعني هي حتشمل كل شيء، كل شيء في هذا الجانب، الأوراق يعني عدها وسيقدمها مختصون في هذا الجانب، وحيكون عندها حضور إعلامي كثيف لأنه بيحضر عدد كبير من الإعلاميين من كافة الجهات، الأجهزة المرئية والمسموعة والصحافة إلى آخره يعني. المستهدفين منو يا بروف من الدورة دي؟ يعني أنتم قاصدين بها منو بالضبط؟ والله هي زي ما قلت بتقدم جهة ذات اختصاص يعني، هي أكاديمية السودان للاتصال، وهي أكاديمية مختصة في هذا الجانب. نعم بروف، احنا شاكرين لك جدا، بنتمنى لك ان شاء الله رب يوم مليء جدا بالتوفيق وبكل النجاح، وان شاء الله تقدروا دائما تساهموا وتضيفوا كل الحاجات ممكن يكون الفاقده الاعلام، وتدخلوا بقى المفاهيم وتقدروا توصلوها لمراحل جميله جدا. شاكرين لك جدا. نعم ذلك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك بروف يوسف. شكرا جزيلا. طبعا الاعلام الاقتصادي ده حاجه مهمه، في دول بره بيكون مخصص له قنوات بشكل كبير يعني.